إقبال كثيف من المواطنين على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية بالداخل. الوطنية الانتخابات تؤكد انتظام كافة اللجان الفرعية وإشادات واسعة بالمشاركة الكبيرة في التصويت. والرئيس السيسي يشدد على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الإفريقي المشترك. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. البداية مع ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك دانا. أهلا بحضراتكم. والبداية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024. تشهد عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وحرصت أعداد كبيرة من المواطنين على التواجد والاصطفاف أمام مقر اللجان قبل الساعة 9 صباحا، ووقفوا في صفوف منتظمة انتظارا لبدء عملية الانتخاب. هذا وبدأت راحة لمدة ساعة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية للقضاء والقائمين على العملية الانتخابية. أكدت الهيئة الوطنية الانتخابات انتظام عملية التصويت في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية. أشار المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الانتخابات أشار إلى وجود إقبال كبير من الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية. احنا النهارده دلوقتي في اليوم الثالث، في بدايه اليوم الثالث لاقتراع المصريين انتخابات الرئاسه 2024 في غرفه عمليات الهيئه الوطنيه للانتخابات، ونتابع العمل عن كسب. احنا كل اللجان الفرعيه بالفعل تم الفتح، اخر لجنه تم فتحها اللجنه 28 في الوراق، كانت الساعه 10:30، وكان نتيجه حدوث بس حادث للسيد رئيس اللجنه، ولكن الحمد لله تم الوصول للجنة وتم فتحها. أنا تلقيت شخصيا شكوى من أحد المواطنين بأن في مدرسة اللجنة الفرعية 83 مدرسة شهيد سامي شاهين في الصنافين منيا القمح الشرقية بعدم الفتح، وتواصلت مباشرة مع رئيس اللجنة وتبين أنه هو متواجد وبيباشر العمل ووجود ناخبين. الأمور تجري على قدم الوساق، في إقبال ملحوظ مش كثيف بس ملحوظ أن في إقبال في اليوم الثالث. احنا مستمرين ان شاء الله حتى نهاية اليوم الساعة 9 مساء لتمكين كافة المواطنين بإدلاء بأصواتهم، وبشكر كافة جموع الناخبين من النزول، وبدعو كل المواطنين للمشاركة والنزول حتى تمام الساعة 9 مساء اليوم ان شاء الله. فثمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات دور القضاة ورؤساء وأعضاء اللجان العامة لمعاونتهم للقضاة المشرفين على اللجان الفرعية، وذلك لتيسير عملية التصويت في اللجان التي تشهد كثافات كبيرة، ودعا المواطنين إلى التوجه للجان ومباشرة حقوقهم الدستورية.
احنا متابعين مع حضراتكم ان شاء الله ساعة بساعة الكثافات، يعني الحمد لله مرضية، الامور يعني ماشية في سياق منضبط. كافة السادة الرؤساء اللجان الفرعية تواجدوا من الصباح الباكر، انتظام العمل في كل اللجان الفرعية، بدعوا كافة المواطنين للنزول والمشاركة لحقهم في مباشر حقوقهم السياسية، وده حق من حقوق المواطن اللي يجب أن يتمسك به. بشكر حضراتكم المتابعة، وهنحيط حضراتكم علما إن شاء الله خلال الساعات القادمة بأي مستجد، ومعاكم حتى انتهاء كافة اللجان والغلق وبدء عملية الفرز. استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية سفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية قد أعرب عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الأفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة من أجل متابعة الانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات ما بين مصر والمنطقتين أو المنظمتين الإقليميتين، والذي عكسه الحرص على إفادة تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام. ومضيفا أن شكري أكد الحرص على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير وعمل البعثة المشتركة من أجل متابعة العملية الانتخابية. من جانبها أعربت رئيسة البعثة عن سعادتها البالغة برئاسة البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ومقدمة الشكر للحكومة على تسهيل مهمتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لها. كما أعربت عن تطلعها لقدرة مصر على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من التنمية والتقدم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي. برحب بك فندم معنا طبعا إلى هذه الجولة الإخبارية على شاشة أكشن نيوز. بداية أستاذ حسن وبعد التحية، الحقيقة أنه اليوم هو اليوم الثالث في هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2024، كيف تقرأ المشهد اليوم مع هذا الإقبال الكبير والكثيف وتواجد العديد من المواطنين أمام اللجان الانتخابية؟ تفضل. الحمد لله مشهد حضري، يعني بالشرف والمقدس. طيب أستاذ حسن، يعني أستأذن حضرتك لو تقف في مكان أفضل لكي أتمكن من سماع حضرتك بشكل أفضل. السماع كده كويس؟ نعم تفضل. الحمد لله، يعني بصراحه بعد اليوم الاولاني والثاني ما زال الحشد في اليوم الثالث نفس القدر ونفس الحشد اللي موجود، لدرجه ان هم جم يفتحوا اللجان كان في ناس واقفه من الساعه 9 و 8 بتفتح اللجان، فدي حاجه مشهد حضاري جميل جدا. والمشهد بصراحه بيدل على حريه، مش يعني انتخابات او كده، ان ناس ديمقراطية حقيقية واقعية بنحمي البلد وبنأمنها من كيد أي حد عايز يتكلم أو يشوه الصورة أو أي حاجة من دي. احنا بندافع كلنا عن البلد، الشعب المصري في وقت السلم وفي وقت الحرب، لأن مصر فعلا الحمد لله إن هي دلوقتي الأمن والاستقرار وهي عمود الخيمة للأمة العربية كلها، فحاسين باللي بيحصل حوالينا. طب اسمح لي آخذ من كلام حضرتك أستاذ حسن، حضرتك تحدث عن مسألة الأمن والاستقرار، والحقيقة أنه المنطقة بأكملها تشهد العديد من حالة من عدم الاستقرار.
الاستقرار في المنطقة، سواء نتحدث هنا عما يحدث في الجارة الجنوبية للدولة المصرية عن السودان، أو حتى الجارة الغربية أتحدث عن ليبيا، أو آخر التطورات. والدولة المصرية دائما كانت المساند الأكبر للقضية الفلسطينية. الحين كل هذه الأمور ومسألة الأمن القومي للبلاد أو للدولة المصرية غيرت من أولويات المواطن المصري. فلو تحدثنا عن مسألة أو ملف الأمن القومي المصري، والحقيقة أنه موقف الدولة المصرية في بداية هذه الأزمة كان واضح وقوي للغاية، وهو رفض التهجير القصري لكل سكان القطاع إلى ناحية الجنوب وعدم تصفية القضية الفلسطينية. شايف حضرتك اهتمام الدولة الفترة الأخيرة بهذا الملف وأولويات الناخب المصري والمواطن المصري بهذا الملف تحديدا، أتحدث عن الأمن القومي للدولة المصرية، كيف من الممكن أن يخدم أو يحسم نتيجة هذه الانتخابات الرئاسية؟ طبعا هيحكمها بقوة جدا طبعا ان شاء الله. احنا شايفين ان سيادة الرئيس السيسي من اساس نتولى الحكم، هو قوة الجيش المصري خلان عشر على العالم، جاب له احدث الاسلحة، نوع مصادر السلاح، لان ده الامن القومي المصري. وبعد كده عندنا الشرطة رجعت اقوى من الاول، عندنا كمان الامن القومي، عندنا جهاز المخابرات على اعلى مستوى. فالوعي المصري كله حاسس باللي احنا التطور اللي حصل ده. انا كان في ناس بتقول ليه التسليح في الوقت ده ويصلح اقتصادي وتنميه شامله، لكن دلوقتي عرفوا القيمه دي اللي موجوده ازاي. احنا عندنا الامن والاستقرار. طبعا حضرتك بتتكلم على السودان وليبيا، طب شوفي اليمن، العراق، اللي بيحصل في البلاد كلها، هم هدفهم في الاخر الجائزه الكبرى مصر. نزول الناس النهارده ارعب كل الناس كلها، لان هم الحشد ده هو اللي بيخوف، زي ما حصل في 30/6 والحشد، وكلنا ورا القياده السياسيه. شعب مصر كله فيه 100 مليون جندي، مش جيش، مش مليون جندي بس، لا فيه 100 مليون جندي نزل في وقت السلم وفي وقت الحرب. فده الامن القومي كله، والناس كلها حست بخطر، حست بالامان اللي احنا فيه، مش عايزين نفقده. وقالوا القياده السياسيه ان احنا معاك كلنا وهننزل، ولو هنضحي بارواحنا زي ما الفلسطينيين بيعملوا، هنضحي في سبيل تراب الارض وفي سبيل قوه مصر كلها تفضل قويه بالمثل. صحيح، وده ان دل على شيء استاذ حسن يدل على وعي المواطن المصري. والنقطه دي يمكن الحقيقه يراهن عليها السيد الرئيس دائما، يتحدث عنها دائما. وبالفعل خرج عشرات الملايين في الفتره الماضيه يرفضون مساله التهجير القصري وتصفيه القضيه الفلسطينيه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ حسن تركي رئيس حزب الاتحاديه الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. هذا وأشادت الهيئة العامة للاستعلامات بالأداء المهني الذي يقوم به مراسلو ووسائل الإعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية في مصر، والذين قاموا بنشاط ميداني واسع لأداء مهمتهم لتغطية انتخابات الرئاسة المصرية في كل محافظات الجمهورية لليوم الثالث على التوالي. صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات بأن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة قيم المراسلين بعملهم الصحفي وتوفير كافة التسهيلات لهؤلاء المراسلين الذين بلغ عددهم 528 مراسلا يمثلون 110 مؤسسات إعلامية بين صحف ومجلات ووكالات أنباء ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية ينتمون إلى 33 دولة من مختلف قارات العالم. أضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن عمليات الرصد التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم تتلقى أي شكاوى بشأن أي عقبات تواجه هؤلاء المراسلين في أداء عملهم في أي لجنة من بين مئات اللجان التي قاموا بتفقدها ومتابعة سير الانتخابات بها. تابع حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي سير العملية الانتخابية في ثالث أيام التصويت في الداخل بالانتخابات الرئاسية لعام 2024. هذا ورصدت غرفة العمليات المركزية حرص المواطنين على التوجه إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر.
كما تواصل غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران متابعة عملية تصويت المصريين في الداخل لليوم الثالث، وتقدمت الحملة بالشكر إلى الشعب المصري العظيم للإقبال الكبير على الاقتراع. كما أشادت الحملة بالتغطية الإعلامية المتميزة التي التزمت بالحياد والموضوعية في تغطيتها. كما تتابع غرفة العمليات المركزية التابعة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر عملها في التواصل مع غرف العمليات على مستوى محافظات الجمهورية. أكدت الحملة أنها تتابع عبر منسقي الحملة الانتخابية ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات يتابعون سير عمليات التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية. هذا وتتابع الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة من خلال غرفة عمليات حزب الوفد التصويت في ثالث أيام الانتخابات. عبر الهاتف للمزيد ينضم إلينا المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة. سيادة المستشار، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. اليوم الثالث إقبال كثيف من المواطنين، دائما المصريين ما يرسلون رسائل ربما للخارج للداخل، كيف تابعت سير هذه العملية الانتخابية في الداخل يا فندم؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحقيقة إن يعني متابعتي الدقيقة للعملية الانتخابية منذ أول يوم حتى ساعة تاريخه بتوجه من خلالها بالشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي ينتمي إلى وطنه ويقف صفا واحدا وراء الدولة المصرية تحديا للأزمات وتحديا لجميع ما يعني تمر به الدولة المصرية في هذه الأونة. وحقيقة الأمر أن حينما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس أن نسبة التصويت قربت على 45%، وأنا يعني كرئيس حزب سياسي وعندي غرفة عمليات في الأمانة العامة وفي الأمانات المحافظات ومرتبطة بأمانة تحالف الأحزاب السياسية، يعني حسينا بفرحة ونشوة أن العمل الجاد اللي قمنا به من خلال المؤتمرات التي جبنا بها جمهورية مصر العربية وفي القرى والنجوع والمراكز والمحافظات واتحادنا مع الجماهير ومع الشباب ومع المرأة وكافة أطراف المجتمع ووعدونا فعلا بأنهم سوف يكونوا إيجابيين في هذه الانتخابات الرئاسية التي هي الأهم على مستوى الدولة المصرية. ففعلا هم وعدوا وأوفوا، وما زالت الحشود الناخبين واقفة أمام اللجان تنتظر دورها في التصويت. والحقيقة برضو كمان بتوجه بالشكر الهيئة الوطنية للانتخابات من الإجراءات اللوجستية التي وضعتها داخل اللجان في العملية الانتخابية واستعداد القضاء لكي يتمكن كل مواطن من الإدلاء بصوته وممارسة حقه السياسي، لأنه الإدلاء بالصوت ما بياخدش أي وقت عشان ما يعطلش اللي وراه عشان اللي عاوز يخلص ويرجع إلى عمله إلى بيته، منع للتكدس أمام اللجان. إذن الشعب المصري العظيم هو شعب واعي ويعرف مصلحته جيدا ويقف في صفا واحدا حينما يطلب منه أنه يريد أن يشارك في أي عملية سواء كانت انتخابية أو تأييد أو خلافه، فكل ذلك يتضح جليا من خلال هذه المرحلة. طيب سيادة المستشار، في الحقيقة حضرتك قلت نقطة وجزء أهم متعلق بخصوصية هذه الانتخابات. يمكن من أهم خصائص هذه الانتخابات أن هي فيها تعددية حزبية بشكل كبير من خلال الأربع مرشحين، في تنافسية سياسية، في أمال كبيرة بتعلق على هذه الانتخابات أن المشهد السياسي بشكل عام في الدولة المصرية تغير بشكل كبير. إلى أي مدى كل هذه العناصر هي اللي جعلت المواطن يشارك بحقه، أن جعلت المواطن يرى لربما أمال على تغيرات بتحدث بشكل حقيقي في الدولة المصرية؟ هو حقيقة الأمر أنا يعني عاصرت الاستحقاقات الرئاسية دي اعتبرها من كانت يعني ليست بانتخابات وإنما كانت
عبارة عن استفتاء. ثم في 2005 تم تعديل تشريعي ودستوري وأصبحت بالانتخاب الحر المباشر لمنصب رئيس الجمهورية من بين مجموعة من المرشحين. ومر كذا استحقاق قبل كده رئاسي، هذا الاستحقاق الذي نحن بصدده اليوم يختلف عن السابقين. احنا بصدد 4 مرشحين، امامنا 4 مرشحين، منهم مرشح مستقل ومنهم 3 مرشحين رؤساء احزاب سياسية ولهم امانتهم في جميع المحافظات ولهم نوابهم في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ولهم اعضائهم ولهم برامجهم التي طرحوها امام الشعب في جميع محافظاته وفي جميع مراكزه وارجاءه ونجوعه. والشعب المصري هو الذي يختار رئيسه القادم بحرية تامة وبارتياحية تامة دون أي ضغوط عليه من أي طرف من الأطراف، لأن الإدارة الحكومية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المشرفة على الانتخابات ورأسهم القضاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبيعملوا بحيادية تامة. والأي مواطن عاوز ينتخب اللي هو عايزه بينتخب اللي هو عايزه، وبشهادة المراقبين المصريين الداخليين والخارجيين وبشهادة الأحزاب السياسية جميعا بما فيها الأحزاب السياسية التي منها مرشحين. إذن هذه المرة هي الأولى من نوعها على مستوى الانتخابات الرئاسية، أن يكون هناك 4 مرشحين وأن يكون هناك أن الشعب المصري يطلع بهذه الكثافة وأن بحرية تامة. لأن يعني أنا من خلال واجبي كرئيس حزب عقود لسان وممارسة ومروري على اللجان الانتخابية لكي يراقب تعيير معايير حقوق الإنسان وجدت أن ما فيش أي شكوى ولا في أي اختراقات ولا في أي حاجة تؤثر العملية الانتخابية من بعيد من قريب، ولكن كله بحريته يختار من يشاء، يختار رئيسه بنفسه، والشعب المصري في النهاية هو الذي سيقول من رئيس مصر القادم. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. أدلى المستشار أحمد مطر نائب رئيس الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقد بصوته في الانتخابات الرئاسية، كما أكد أن العملية الانتخابية تسير في مشهد حضري، ومؤكدا أن الهيئة الوطنية نجحت في عملية التوعية وعلى أكمل وجه. الحمد لله المشهد حضاري بيدل على مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، وده أمر مش جديد على الشعب المصري لأن بتمتد حضارته لأكثر من 7000 سنة. الحمد لله بيدل برضه على أن الهيئة الوطنية حت في أنها تأدي حملة الوعي والتثقيف بتاعتها على أكمل وجه. متفائل جدا، المشهد جميل وبيدل على حضارة وثقافة الشعب المصري، والحمد لله الهيئة الوطنية بتدعم الجميع وفي نفس الوقت في تناغم بينها وبين جميع أجهزة الدولة. الحمد لله أعتقد الانتخابات المرة دي مختلفة في حاجات كتير، راعينا جميع الفئات وكان طبعا على أهمهم ذوي الإعاقة، استخدمنا طريقة برايل، والحمد لله الكلام ده برضو يشهد عليه الحملات الدعائية بتاعت الهيئة الوطنية. أشاد حزب حماة الوطن بالإقبال الكبير من المواطنين على التصويت في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يفوق التوقعات، ووجه الحزب تحية لسيدات مصر لحرصهن على ممارسة حقهن الدستوري ولقضاة مصر على جهودهم في نجاح العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع تدعو للفخر، كما أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم، داعيا المواطنين لاستكمال المشاركة في الاستحقاق الدستوري، فيما أشاد الحزب بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في التيسير على المواطنين، موجها الشكر إلى وزارة الداخلية على جهودها في تأمين الانتخابات الرئاسية وللمنظمات الدولية لمتابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية بحيادية، كما وجه
لها التحية للإعلام الوطني على التغطية الموضوعية للانتخابات الرئاسية ولذوي الهمم لحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين تحدوا الأحوال الجوية في بعض المحافظات وخرجوا لصناديق الاقتراع، كما أن القطاع الطبي يقوم بدور عظيم لتأمين الانتخابات الرئاسية. هذا وتستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة الانتخابات الرئاسية من أجل متابعة ورصد عمليات التصويت في الداخل يوم الثالث والأخير. أكدت غرفة عمليات تنسيقية بأن متابعيها رصدوا انتظام العملية الانتخابية في اليوم الثالث والأخير وفتح معظم لجان الاقتراع في موعدها في الساعة 9 صباحا، باستثناء عدد قليل من اللجان التي بدأ فيها التصويت متأخرا بعض الوقت. كما رصد متابعوها استمرار احتشاد المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر وبدء عملية التصويت، ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أي مخالفات حتى الآن. كما رصد متابعو غرفة عمليات التنسيقية مشاركة كبيرة من الشباب في اليوم الثالث على التوالي للتصويت في الانتخابات الرئاسية، هذا إلى جانب أعداد كبيرة من كبار السن والسيدات وحرص ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة والإدلاء بأصواتهم. كما تلاحظ وجود ازدحام شديد في لجان الوافدين بمختلف المحافظات. تلقى وزير التنمية المحلية هشام أمن تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة فعاليات اليوم الثالث لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات. أشار تقرير غرفة العمليات إلى وجود انتظام تام وتوافد كبير من الناخبين إلى مراكز الاقتراع في جميع المحافظات وسط تقديم كل الدعم اللوجستي المطلوب من الأجهزة التنفيذية للمحافظات لجميع الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية. أوضح تقرير غرفة الأزمات بالوزارة أن المحافظين يقومون بالمرور الميداني على جميع اللجان الانتخابية في المراكز والمدن، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. أكد التقرير أن اليوم الثالث لعملية التصويت شهد إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية من المواطنين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. تفقد وفد من المتابعين دوليين سير العملية الانتخابية بعدد من لجان الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بمحافظتي الغربية والفيوم. أكد الوفد أن العملية الانتخابية تسير بصورة متميزة، وهناك توافد من قبل المواطنين وإقبال من مختلف الأعمار، إلى جانب أن الصناديق الانتخابية شبه ممتلئة، ما يؤكد على الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية وأن الشعب المصري حريص على ممارسة حقوقه السياسية. حقيقة اليوم الثالث من الانتخابات احنا كنا في مدن الصعيدية، يعني افترينا بها، سوينا جولة وراقبناها، كان الاستقبال المواطنين استقبال جدا جيد، والأجهزة اللي مشرفة على الانتخابات أيضا كانت متفاعلة من ناحية التنظيم والترتيب. الانتخابات كانت الإقبال جيد والناس متفاعلين مع هذه الانتخابات، وأيضا الأجهزة الأمنية وكل الاحترازية اللي حدثت في هذه المناطق الذي زرناها في هذه المناطق كانت يعني مبشرة بالخير. حقيقة اللي لاحظت الانتباه إلي أنه مشاركة النساء مشاركة فعالة حسب ما قاعد أشوفها بهذه المناطق اللي زرناها، والمناطق اللي زرناها من الشباب أيضا، الشباب هم متفاعلين مع الانتخابات وأبدوا رأيهم في هذا الموضوع، وهذا شيء مهم لأنه هو هذا التطور الديمقراطي اللي احنا نطمح إلى أن توصل إلى المجتمع إلى هذا من الشباب هي تبدأ. حتى الآن دخلنا ثلاث مراكز انتخابية، مركز للمغتربين ومركز للنساء ومركز للرجال. لاحظت في تنظيم وفي إقبال، ولاحظت أن العملية الانتخابية يعني منتظمة كما
تلطر الشعب المصري ملحمة وطنية في حب الوطن ومواجهة التحديات بعد أن شهدت الانتخابات الرئاسية مشاركة كبيرة من مختلف الشرائح العمرية ممن لهم حق التصويت، حيث شهدت غالبية لجان الاقتراع زخما كبيرا من جانب المواطنين. المزيد عن هذه الملحمة الوطنية في سياق هذا التقرير. والمزيد عن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية والإشادة بحجم الإقبال سنتابع هذا العرض والزميل كريم الخولي. أهلا بكم. تشهد مصر مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي في الانتخابات الرئاسية. الاستحقاق الدستوري الأهم والذي يعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث. انتخابات الرئاسة المصرية 2024 غير المسبوقة شهدت ولأول مرة نفاد بطاقات التصويت نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين على مقار اللجان في عرس ديمقراطي حقيقي ومرحلة جديدة من التحول الديمقراطي والتعددية السياسية التي تتمتع بها مصر في خضم جمهورية جديدة قوامها الأساسي هو بناء الإنسان. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي أعلن أن نسبة مشاركة المواطنين الذين لهم حق التصويت في أول وحتى عصر ثاني يوم من الانتخابات الرئاسية بلغت 45%، مبينا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية فاقت أي استحقاقات سابقة. إشادة واسعة من الأحزاب المصرية بمشاركة جميع فئات الشعب وبكثافة بالعملية الانتخابية. وفي هذا الصدد أكد حزب حماة الوطن أن حشود المصريين باللجان على مدار يومين مشهد مشرف. حزب مستقبل الوطن بدوره أشار إلى أن مشاركة المصريين بهذه النسبة غير المسبوقة تعكس وعي الشعب المصري وحرصه على الحفاظ على مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية. كثرة الحوار من جانبها أثنت على المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المصريين يضربون مثالا متفردا في نسب المشاركة بالانتخابات الرئاسية وبنسب عالية تتجاوز بكثير عن مثيلتها في انتخابات 2018. الأحزاب المصرية ثمنت كذلك التيسيرات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب والتي كانت في مقدمتها تفعيل لجان المغتربين. تلك التيسيرات ساعدت على ترسيخ مبادئ الحيدة والنزاهة وهو ما كان له أبلغ الأثر في تقديم الصورة الرائعة غير المسبوقة في انتخابات الرئاسة الحالية. المركز المصري للفكر والدراسات بدوره رصد استمرار مشاركة الشباب الكثيفة في عدد كبير من مراكز الاقتراع بالإضافة إلى المشاركة النسائية الحاشدة في أغلب المقرات الانتخابية التي تسير على نهج اليوم الأول الذي شهد حضورا كثيفا في معظم اللجان. لافتا إلى أن الخروج الكبير للمصريين بهذا الشكل وبعد 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو يعد تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي والمجتمعي التي تعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة تحديات ومخاطر لم تشهدها من قبل. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا حول المشاركة الكثيفة للمصريين في أول وثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024. شكرا لكم على طيب المتابعة. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد. أستاذ رضا، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. كيف تابعتم هذه الانتخابات وتوافد المصريين إلى لجان الاقتراع وهذا الإقبال الكبير من قبل المصريين حتى اللحظة يا فندم؟ أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا احنا النهاردة اليوم الثالث يعني انا شايفه يوم اقوى من الاول والثاني زي ما كنا متوقعين، انه الحشود اللي هتتوجه لصناديق الانتخاب هتختلف في اليوم الثالث، هتختلف لاسباب كثيرة، لانه اخر يوم ولان في ناس كثيرة مستنية تروح اخر يوم واخر ساعتين ثلاثة زي ما انت يعني عارفين المصريين بيحبوا دايما يأخروا يقول لك نروح بقى في الروقان بكرة، لا بعده، واضح انها مش هتبقى رايقة خالص، هي زحمة من اول يوم والحشد كتير. فالنهاردة هيبقى المشاركة غير طبيعية. كمان اللي ظاهر في المشاركة انه الشباب بيشاركوا بشكل غير طبيعي النهاردة. شايف الاعداد بتزداد، الاعداد بتصطف وبتنتظم وبتتوجه مرة واحدة.
طبعا يعني احنا المرأة طبعا مشاركة من اول يوم بشكل غير طبيعي، فمش عايز اتكلم عن المرأة لانها يعني هي حجر اساس في العملية الانتخابية وحجر اساس في كل حاجة في مصر يعني. طيب خليني اقف مع حضرتك قبل ما تستكمل اجابتك استاذ رضا، لان في الحقيقة النقطة اللي حضرتك اثرتها المتعلقة بالشباب هي في غاية الاهمية. وجهة نظر حضراتكم كحزب، كيف تنظرون الى هذا الاقبال الكبير والكثيف من قبل الشباب؟ دائما احنا بنقول ان المرأة المصرية بتكون دائما حاضرة في وقت الشدائد، كبار السن موجودين، ذوي الهمة في الحياة موجودين أيضا بنسب كبيرة، ولكن تواجد الشباب في هذا التوقيت لعل له دلالات طبعا لدى حضراتكم. تمام. طبعا دي دلالة، يعني توافد الشباب ده بيعبر عن وعي سياسي ووعي وطني وحسهم للمشاركة عشان في الانتخابات عشان وطنهم، لأنه الشباب خلاص. خدي بال حضرتك أن من 2011 ومرا ب 13 و 14 لغاية انتخابات 18، الشعب المصري والشباب خاصة مر بأحداث مش طبيعية، وشاف لحظات الوطن كان هيتاخد منه، وشاف أهل الشر كانوا بيعملوا إيه، وشاف الفتن، وهو جه الصف بقى في 13 و 30 يونيو ولصص كل هذا، وبعدين عنده استحقاق بالثورة 14 و 18 شارك فيه. فالشباب المصري بقى الوعي السياسي عنده مش عالي وبس، لا، الأزمات خلت الوعي السياسي عند الشباب وعي قوي، وعي نابع من أرضية، يعني هو عاش مش سمع مش قرا، لا ده عاش الاحداث في 11 سنه اللي فاتت، 13 سنه من 2011، فبقى عنده وعي وطني غير طبيعي. كمان الظروف الاستثنائيه اللي بيمر بيها الاقليم خلت الشاب المصري والمواطن المصري بقى الظروف الاستثنائيه عملت له وعي تاني، وعي الوطن. يعني انا ايه بقى عندي وطن مستقر وامن وما عنديش حروب وما عنديش عدو محتل وما عنديش حد بيفجر لي البيوت وبيقتل العزل المدنيين العزل وبيضرب الاغاث، لا، احس ان هو ان دولته في وسط الاقليم اللي مليء بالنزاعات والمشاكل، دولته وكمان جيشه حس انه في امن وفي امان وفي جيش قوي بيحمي دولته وفي اراده سياسيه وفي قوه للدوله المصريه على الصعيد الداخلي والخارجي، وان الدوله المصريه هي اللي واقفه الوحيده في المنطقه، وان الدوله المصريه ما انجرفتش وراء اشاعات ولا استفزازات ولا عواطف وجرت جيشها في حرب. كل ده الشباب المصري والمواطن المصري بقى عنده وعي غير طبيعي، هو بيردد. يعني نقدر نقول ان المشكلات المحيطه بالدوله المصريه، خلينا نقول اقليميه كانت او عالميه، استاذ رضا، من الممكن ان هي جعلت المواطن يعيد ترتيب اولوياته باحثا عن استقرار بشكل او باخر. تمام طبعا جعلته يعيد ترتيب اولوياته، زي ما قلت لحضرتك انه رغم التحديات اللي موجوده عندنا وموجوده في العالم كله، التضخم والازمات الاقتصاديه والشعب المصري فاطن لهذا وبيتحمل، الا انه لما لقى يعني لقى قصه بقى سينا وتهجير اهل سينا فلسطين وتهجير اهل غزه الى فلسطين، بدا لا بلدي وطني، انا اتحمل الازمات بس ابقى عايش جوه بيتي، ابقى عايش في امان. فطبعا ترتيب اولوياته اتغيرت، الاحداث الاستثنائيه في الاقليم غيرت ترتيب اولوياته، مش غيرت، خلينا اقول ان خلت فيه بقى زي ما بيقولوا فقه الاولويات، بقى عنده فقه الاولويات وطنه، بلده، الامن، الاستقرار، يصطف اللحمه الوطنيه، كل هذه الامور، لانه بدا يشوف العدو الحقيقي، العدو الحقيقي اللي هو بيطلع اشاعات انتخابات ايه، ما هي محسومه، بتعملوا طرق وكباري ليه، بتعملوا مدن جديده ليه. هو كمان بدا يشعر بالفتن اللي بتتم الممنهجه على الدوله المصريه اللي عايزه تسقط الدوله المصريه. وعلى ذكر النقطه دي برضو استاذ رضا، لان هي نقطه في الحقيقه في غايه الاهميه، الى اي مدى التعدديه الحزبيه والتنافسيه السياسيه اللي احنا شفناها في هذه الانتخابات واللي بدانا التحضير ليها منذ الحوار الوطني، من الممكن ان تكون هي الرد على كل المصطلحات اللي يمكن يكون بعض شبابنا بيتعرض ليها؟ تمام، حضرتك اثرتي حته مهمه جدا وهو الحوار الوطني. خلينا نقول ان المناخ السياسي اتفتح، المناخ السياسي في مصر والاحزاب السياسيه والسياسيين والمثقفين لما اشتركوا في الحوار الوطني، لان التعدديه مرتبطه بالحوار الوطني. ليه مرتبطه؟ هي موجوده في مصر، ولكن الحوار الوطني عمل حاله من الانفتاح السياسي، من حاله من الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حاله من مشاركه الشباب
وانه يقدر يتكلم بدون خطوط حمراء فيما يخص الوطن اتكلم زي ما انت عايز، فيما يخص اجندتك وطنيه اتكلم زي ما انت عايز، انما الخطوط الحمراء كانت متعلقه باهل الشر، الخطوط الحمراء متعلقه بالامن الوطني، ولكن مشاركه الشباب والاحزاب المتعدده المؤيده والمعارضه مشاركتهم في الحوار الوطني افرز في انتخابات الرئاسه تعدديه في المرشحين. لان النهارده حضرتك بتشوف لي الاستاذ فريد زهران مرشح المصري الديمقراطي، طبعا ده معارضه صحيح. السقف مفتوح الى اقصى الحدود، حتى يافطته مكتوبه انا الاوان للتغيير، احنا ما شفناش الكلام ده، ما شفناهوش قبل كده. فعنده سقف ومساحه في النقد وآرائه وأيديولوجياته وبرامجه الانتخابية بحرية كاملة، وسقفه مفتوح في المعارضة إلى أبعد الحدود. ده مشهد ديمقراطي، ده مشهد بيؤكد مسار الدولة المصرية المدنية الحديثة، مسار الديمقراطي. وبالتالي شفنا الوفد، مرشح الوفد برضه تاريخ عريض من السياسة في الدولة المصرية من يمتع الدغلول. بنشوف المرشح الآخر عن الشعب الجمهوري مدرسة أخرى. فبالتالي المدارس دي كلها ظهرت بعد الحوار الوطني لما شعروا أن الحياة السياسية والمناخ السياسي أصبح يسمح بالمشاركة الحقيقية. كمان الهيئة الوطنية كانت واقفة على مسافة واحدة من المرشحين. أستاذ رضا، في النقطة دي هل تعدد الأيديولوجيات والحرية المصحوبة بأولويات الوطن زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، إلى أي مدى ممكن نقدر نقول إن هي كان ليها هذا الانعكاس على الشارع المصري وعلى طبعاً. الشباب في الأعداد اللي احنا شفناها موجودة في لجان الاقتراع؟ ونقطة تانية هي شكل الحياة السياسية في الدولة المصرية من بعد انتهاء هذه الانتخابات؟ طبعا زي ما حضرتك بتقولي ان التعددية طبيعي تنتج مشاركة واسعة، لان انا ما يبقى عندي اربع مرشحين بتوجهات مختلفة باتجاهات مختلفة بتاريخ سياسي مختلف باشياء كتيرة ببرامج، اعطى فرصة للمرشحين للناخبين انه يقدر يختار من بين اربعة. فالاختيار من بين اربعة وسع مساحة المشاركة لدى كل جموع الشعب، مش عايز اخص الشباب، لدى المواطن المصري بقت المشاركة اوسع. لان انا لو انا وفدي، لان انت عارف حضرتك الوفديين حاجة عريقة في الدولة المصرية صحيح. في جذورها. فالنهاردة الوفديين اتشجعوا ونزلوا عشان يدوا صوتهم للوفد، المعارضة التامة نزلوا يدوا الأستاذ فريد وهكذا. فالتعددية طبعا عملت زخم وعملت حشد وعملت جرأة للناس انها تنزل، لانه شعروا ان المناخ السياسي اتفتح وان الحياة السياسية مفتوحة، خاصة ان كل المرشحين بيطلعوا في البرامج التلفزيونية، كل المرشحين الدعاية بتاعتهم واحدة، كل المرشحين خدوا 100 دقيقة يعرضوا برامجهم، كل المرشحين اتكلموا بلا خطوط حمراء طالما لا تمس امن الوطن والدولة المصرية والدستور المصري، فبيتكلموا بعرض برامجهم في التلفزيونات في كل حاجة في الدعاية. كل هذا جعل المواطن المصري عنده ارتياحية انه هو في تعددية ينزل ينتخب، وكمان بقى تحت اشراف قضائي صحيح. عنده كمان مرجعية ان القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات بتنظم وبتشرف، القضاء بيشرف على القضاء بيشرف على كل صندوق، فبالتالي بقى عنده احساس بالاطمئنان ان كل المؤسسات المنظمات الدولية اللي بتشرف على الانتخابات عندنا. ودي نقطة في الحياة كانت في غاية الأهمية لصالح هذه الانتخابات، وجود قضاة مشرفين بشكل حيادي على كل صناديق الاقتراع في الحياة كانت نقطة في غاية الإيجابية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر في الحياة أستاذ رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. أيضا في نفس الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، برحب بك فندم معنا إلى هذه التغطية الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز. الحقيقة أن هذه الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تخضع إلى طبعا إشراف قضائي كامل، والحقيقة هذا من ضمانات نزاهة هذه الانتخابات وحرية تعبير الناخب المصري والشعب المصري بأكمله. والهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة ما بين كل المرشحين. خلينا نتكلم عن هذه النقطة ومردود هذا الأمر على الداخل المصري وعلى نتيجة الانتخابات أيضا بشكل عام.
أعتقد أن النتيجة وضحت المعالم وتمثلت في الاحتفال الكبير الذي أبداه الشعب المصري بجميع طوائفه، مرأة وذوي الهمم وشيوخ وشباب وكل طوائف المجتمع المصري قامت بمساندة الدولة المصرية بعد أن نجحت الهيئة الوطنية للإعلام للانتخابات، وكذلك في تنظيم العملية الانتخابية بشكل عظيم، بداية من تيسير التصويت ومعرفة اللجنة وكذلك التقاطر، تنظيم التقاطر على صناديق الانتخابات، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للجهاز الإداري الذي يقوم بهذه العملية، بالإضافة إلى الضمانة العظيمة وهي أن يكون هناك قاض على كل صندوق. كل هذا أدى إلى أن الشعب المصري كله بالكامل قرر أن يختار التمسك بالاستقرار، التمسك بالتنمية المستدامة، التمسك بحياة كريمة، التمسك بحقوقه الدستورية بموجب نص اللجنة الخامسة من الدستور والمشاركة في مسؤوليات الحكم، وكذلك حقه في اختيار حاكمه. هذا الشعب العظيم الذي استطاع أن يستخلق قوته الكاملة الآن حتى تكون أكبر وقود دافع للشعب المصري يتقدم للأمام. الشعب المصري أثبت حضارته الحالية، مش حضارته السابقة، لا، احنا عندنا حضارة 7000 سنة ولدينا أيضا حضارة ممتدة تتمثل في سلوكيات الشعب المصري التي أصبحت وسام على صدور كل المصريين في الداخل والخارج. الشعب المصري اللي ما احتشت في الخارج 121 دولة و137 سفارة وقنصلية في رسالة للعالم أجمع أن مصر هي بحر، هي الأمن والأمان، هي الاستقرار في ظل بحر متلاطم من الفوضى يحيط بمصر. جميع الشعوب الآن تتمنى أن تكون مثل الشعب المصري، جميع الشعوب تلوذ بالشعب المصري لأجل أن يحاكم تلك التجربة الديمقراطية العظيمة التي سوف يسطرها التاريخ، ولا يمكن أبدا أن يتخلى الشعب المصري عن التمسك بدولته والتمسك بحقوقه. ودائما الحياة استكمالنا لكلام حضرتك أستاذ خالد، الشعب المصري يقف دائما خلف القيادة السياسية في مقدمتها بالتأكيد السيد الرئيس، والحقيقة أنه شعار الدولة المصرية طول الفترة الماضية هو المواطن المصري، ودائما السيد الرئيس يراهن على وعي المواطنين المصريين. خليني أكلم مع حضرتك في نقطة تانية، الحقيقة أنه هذه الانتخابات الرئاسية إذا أمكن القول هي ثمرة مسار سياسي امتد على مدار عام مضى، أتحدث هنا عن الحوار الوطني، ناقش العديد من الأمور، حوالي 90 جلسة تحدث عن الأمور الاقتصادية، الأمور الاجتماعية، وأيضا الأمور السياسية. كيف تقرأ يعني هذا الأمر، وإزاي ممكن يكون لي تأثير إيجابي على الانتخابات بشكل عام وحتى على المواطن المصري أيضا بشكل خاص؟ بعد أن أصدر فخامة الرئيس قراره بدعوة إلى الحوار الوطني، بالفعل تم إعداد الحوار الوطني إعداد عظيم من قبل الأمانة الفنية للحوار الوطني في قيادة المستشار محمود فوزي مدير الحوار الوطني، والأستاذ ضياء رسوان هو المنسق العام للحوار الوطني، ووضعوا لائحة داخلية تجعل هذا الحوار له مسار محدد ونتائج ومخرجات استفاد منها المجتمع المصري. أولا بلبن الشمس، لم يتم استبعاد أي قوة من القوى الشرعية، صحيح، وتم لمن شمل مصر بالكامل على كل ملحمة وطنية إذا أمكن القول. نعم، لم شمل أولا، ثم بعد أن لم شمل بدأ يستقي الخبرات والمعلومات والاقتراحات وأفرغها في مخرجات وأحالها إلى الجهات المختصة، وده كان بداية اتأكد من خلالها الشعب المصري كله مدى صدق القيادة السياسية، وترجم هذا الصدق وهذا الشعور بالوقفة اللي حضرتك شايفها والعالم أجمع وشايفها
والحشود الكبيرة على كل اللجان، لأن الشعب المصري شعب واعي، شعب عظيم بيفهم كويس جدا مين اللي بيفيده ومين اللي بيضره. فاكتشف الشعب المصري بالكامل مدى صدق هذا التوجه ومدى نجاعة وفائدة الحوار الوطني. بالإضافة أن لا أستطيع أن أنكر أن الإعلام كان له دور كبير لدى المواطن المصري. الإعلام اللي قدر أن هو يفهم الشعب المصري طبيعة وأهمية الانتخابات سياسيا مش بس كده، يعني الشفافية اللي اعتاد عليها الشعب المصري أو المواطن المصري من قبل الحكومة المصرية والقيادة السياسية في كل القرارات التي يتم اتخاذها من قبل الحكومة، هناك نوع من الشفافية اعتدنا عليها في الأيام الماضية. يعني سريعا وأخيرا أستاذ خالد، عايز أسأل حضرتك على نقطة مهمة. هذه الانتخابات الرئاسية هي تعد الانتخابات التعدية الخامسة في تاريخ الدولة المصرية، كان آخرها في 2014 وبعدها في 2018 والآن في 2024. هناك خلفيات سياسية مختلفة للأربع مرشحين اللي بيتنافسوا في هذه الانتخابات الرئاسية، كيف من ممكن أن يتم رسم ملامح السياسة سواء كانت الداخلية أو حتى الخارجية للدولة المصرية من خلال هذه الانتخابات ومن خلال الخلفيات السياسية المختلفة للأربع مرشحين؟ المرشحين للانتخابات متباينين في ايديولوجياتهم السياسية ما بين الإطار المصري الديمقراطي والوفد والشعب الجمهوري الليبراليين من اقتصاديات السوق، والمرشح المستقل السيد عبد الفتاح السيسي مستقل ويتبنى رؤية متوازنة ما بين الاشتراكية وما بين الليبرالية، فلم ينسى حق المواطن، حق تضمن الكفالة، حقه في العلاج، حقه في الحياة كريمة، حقه في التنمية المستدامة، وفي نفس الوقت الاهتمام بالاستثمار المباشر والسياح. أعتقد أن هذا سوف يفتح المجال أمام الفريقات ويعطي الحق للشعب المصري في أنه يتبنى وجهة النظر التي يريدها، ورسالة للعالم أن مصر حرة، مصر دولة دستورية ذات سيادة، القانون بيبعث رسالة للعالم أجمع بهذه المشاركة الإيجابية وحتى الحضارية في استخدام هذا الحق الانتخابي والدستوري للمواطن المصري. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الإفريقي المشترك. أوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تابع خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل، خاصة ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، فضلا عن مشروعات تطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات وكذا إنشاء المراسي النهرية. حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الإفريقي المشترك، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المشترك على القارة الإفريقية. بحث دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع مسؤولي الفرع الطبي بجامعة تكساس سيستم الأمريكية سبل التعاون المشترك في مجال البحث العلمي بقطاع الرعاية الصحية. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء بأن مصر لديها كفاءات كبيرة في المجال الطبي، ويوجد العديد منهم في العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم معروفين بكفاءتهم، ومنوها بضرورة التوسع في إنشاء
إنشاء المزيد من الجامعات والمراكز البحثية، وتطلع الدولة المصرية إلى بناء المزيد من الجامعات لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب والتي تلتحق بالجامعات المصرية سنويا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، والشكر موصول للزميلة دانا متحب.